الزبيدي يناقش مع السفير الأمريكي جهود إحلال السلام في بلادنا. وزير المالية يؤكد أهمية خلق شراكات حقيقية بين الدول الهشة لمواجهة التحديات الهائلة في العالم. السعودية تؤكد ضرورة العمل على بحث سبل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة. من مبنى تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلا نقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة، ونبدأها مع عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الذي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ستيفن فاكن. اللقاء ناقش المستجدات السياسية ذات الصلة بجهود إحلال السلام والتسوية السياسية، مشيرا إلى أهمية تماسك مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام شامل تحت رعاية الأمم المتحدة. كما ناقش اللقاء المستجدات في الإقليم بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الزبيدي أهمية دعم السلطة الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية المقدمة من المملكة العربية السعودية. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم على هامش اجتماع قادة ميونخ المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، حيث ناقش الجانبان الأوضاع في بلادنا والقرن الأفريقي في ضوء التطورات الجارية في المنطقة. بحث وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب والمالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين مدينة مراكش المغربية اليوم مع نائبة الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية هالة الشيخ. بحثوا سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اللقاء تطرق إلى أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنعاش الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى الحاجة لمساعدة مؤسسة التمويل الدولية في تمويل مشاريع تسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود. كما أكد اللقاء تطلع الحكومة إلى التعاون المشترك والعمل على وضع خطة بشأن الدعم اللازم لتعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في بلادنا على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة وغيرها من مجالات الاستثمار في اليمن. شارك وزير المالية سالم بن بريك اليوم في مدينة مراكش المغربية في اجتماع الدول النامية مع مجموعة G20 الحوار 11 على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. الوزير بن بريك تطرق إلى مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة والحاجة الماسة إلى تسريع تقديم التعهدات وأبرز أوجه الدعم الاقتصادي اللازمة لمساندة الجهود الحكومية في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الخدمية والعامة. وتحدث الوزير بن بريك حول الأزمات في البلاد التي تشمل انعدام الأمن الغذائي وتسجيل نحو 24 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 5 مليون طالب وطالبة يواجهون صعوبة في الحصول على التعليم الكافي، وأكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة يعانون من حالات سوء التغذية الحاد، إضافة إلى ارتفاع الوفيات للأمهات أثناء الحمل والرضاعة وارتفاع حالة النزوح الجماعي الداخلي لأكثر من 5 مليون شخص، وكذا ارتفاع معدلات الهجرة الخارجية الوافدة إلى اليمن التي تقدر بعشرات الآلاف سنويا، وهو ما يشكل أعباء في توفير الخدمات العامة، فضلا عن تأثيرات التغير المناخي وانتشار الآفات الضارة في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. أكد وزير المالية سالم بن بريك أهمية خلق شراكات حقيقية واسعة بين الدول الهشة في الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات المتفاقمة في ظل المتغيرات السريعة على مستوى العالم. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بمدينة مراكش المغربية في المؤتمر الوزاري المعني بالتصدي للهشاشة والصراع بحضور المدير العام التنفيذي لصندوق النقل الدولي كريستالينا جورجيفا وعدد من ممثلي الدول وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقدم وزير المالية بعض المعالجات والمقترحات بشأن تلك التحديات والأزمات التي تعصف باليمن منذ عام 2015 في المجالات الاقتصادية والمالية، وشملت المعالجات زيادة تقديم الدعم للقطاعات التي تسهم في محاصرة وكبح اتساع أسباب الهشاشة ونشوء الصراعات وتخفيف شروط التبادل التجاري وإلغاء القيود القائمة لتمكين البلدان النامية والأقل نموا من الدخول للأسواق الدولية وتسهيل حركة نقل البضائع منها وإليها وتعديل الشروط والضوابط القائمة تجاه المديونيات الخارجية واتباع مسارات حقيقية للتخفيف من أعباء تلك المديونيات، إضافة إلى الاستفادة من المبادرات والتسهيلات التي تطلقها الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية في مجالات تعزيز الأمن الغذائي والطاقة ومحاربة الفقر وضمان خلق فرص عمل وبطرق عادلة. شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باديب اليوم بمدينة مراكش المغربية في اجتماع المحافظين العرب الذي عقد على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه دعم البنك الدولي بما يتواءم مع الاحتياجات الانمائية للمنطقة العربية. واستعرض وزير التخطيط التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن والمنطقة العربية من فقر وبطالة ونزاعات، مجددا دعوته للبنك الدولي من أجل الانتقال بعملياته في اليمن من الطوارئ إلى التنمية، مؤكدا أهمية المنح بدلا من القروض في سياقات الهشاشة. تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة اليوم شحنة من محاليل الغسيل الكلوي مقدمة من وزارة الصحة، تحتوي على محاليل ل4400 جلسة غسيل في 4 مراكز للغسيل الكلوي بالمحافظة. الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد ربه هشلة أكد أهمية هذه الشحنة من المحاليل في عمل ونشاط مراكز الغسيل الكلوي في المحافظة لضمان استمرار تقديم خدماتها الطبية لمرضى الفشل الكلوي. اطلعت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن على التقارير المقدمة من فروع صندوق صيانة الطرق ومكتب وزارة الزراعة بساحل حضرموت. اللجنة تعرفت في اجتماعها الدوري لليوم الثاني برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، من المدير العام لفرع الصندوق المهندس سامي العمودي، ومن المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري المهندس عوض بالكيمان إلى مهام ومناشط مكاتبهم. واستعرض المديران العامان العمودي وبالكيمان الأعمال التي ينفذها الصندوق ومكتب الوزارة عددا من الصعوبات التي تواجه سير العمل، معرجين على الاستفسارات التي وضعها أعضاء اللجنة في إطار مهام الصندوق ومكتب الزراعة بالساحل، حيث أكد أعضاء اللجنة مساندتها ورفع كل الصعوبات لقيادة المحاليل بهدف تدليل لقيادة المحافظة بهدف تدليل الصعوبات أمام سير عملهم. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم معرض الصور الفوتوغرافية الذي نظمته الإدارة العامة لإذاعة سيئون ضمن فعالياتها للاحتفاء بالذكرى 50 لتأسيس الإذاعة، وكذلك معرض المنتوجات النسوية. واحتوى المعرض لقطات سجلت جانبا من مسيرة إذاعة سيئون منذ تأسيسها التي استمرت دون توقف على مدى 50 عاما لتقديم رسالة توعوية هادفة كان لها الأثر الكبير في تعزيز القيم الحميدة وتغيير كثير من ممارسات المجتمع المحلي الذي يصله بثها. وأثنى وكيل المحافظة المساعد التميمي على جهود العاملين في هذا الصرح الإعلامي الذي حظي بمتابعة كبيرة من المستمعين لاهتمامه بإيصال رسالتهم التوعوية بأبسط الأساليب القريبة من المستمعين كافة، كما رافق معرض الصور معرضا للمنتوجات النسوية دعا إليه مكتب الشؤون الاجتماعية شاركت فيه 80 امرأة بمعروضات للمشغولات اليدوية وأعمال الخياطة والإكسسوارات. نتمنى طبعا أن يكون هناك معرض دائم للأسر المنتجة، ونحن في الحقيقة يعني نشوف هذه الجهود، نريدها أن تحصل على التسويق المناسب لبيع منتجاتها، ونتمنى طبعا أن يعم السلام في هذه البلاد وأن تنتهي حالة الفقر الذي يعانوها الناس، ولكن سوف تظل المهارات التي تعلموها
قائمة لتحسين دخلهم. والحقيقة نحن نكرر إعجابنا الشديد بما لمسناه وشهدناه في هذا المعرض للمنتجات المحلية، ونتمنى طبعا كما قلت أن يجدوا التسويق المناسب بإذن الله. أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء في قطاع غزة ومحيطه. وكالة الأنباء السعودية واس ذكرت في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش زيارته للمملكة ضمن جولته الإقليمية على خلفية الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس التي دخلت يومها 9 صباح اليوم. وقالت الوكالة أن ولي العهد السعودي شدد على سعي المملكة إلى تكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 شهيداً والجرحى إلى نحو 10250 منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري. أوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042 مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 55 بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان البالغ من العمر 16 عاما في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200 جريح. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صخوة بوجه عام مع تفرق للسحب ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح هادئة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا مائلة إلى البرودة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. والآن إلى حالة الطقس. السيدات والسادة، نهاية نشرة الأخبار. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الزبيدي يناقش مع السفير الأمريكي جهود إحلال السلام في بلادنا. و
وزير المالية يؤكد أهمية خلق شراكات حقيقية بين الدول الهشة لمواجهة التحديات الهائلة في العالم. السعودية تؤكد ضرورة العمل على بحث سبل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله. في أمان الله.